السلام عليكم. اليوم أعطيكم بعض التفاصيل حول وضع عملية وضع الكراسي بملعب تيزي وزو، حيث أنه بعض التعليقات يعني أكدت أنه النوعية نتاع الكراسي هذه غير لائقة وتعتبر يعني متوسطة من ناحية الجودة. وانا نزيد ننبهكم بانه هذه الكراسي قد اقتنيت في لمده 3 سنوات او 4 سنوات اللي تم اقتناء هذه الكراسي، والان يعني صعيب الحال باش يعاودوا يغيروا كل هذه الكميه تاع الكراسي 50,000. اذا ان شاء الله الملعب هذا ينتهي الاشغال به ويفتتح ويبدا يعني حتى ولو بهذا الكراسي، ولكن يكون فيه اكيد يكون فيه بعد بضعة سنوات يكون فيه تغيير تاع الكراسي هذه، وتكون ظروف يعني الماليه احسن تاع الملعب وتاع يعني الوزاره بصفه عامه، تكون ظروف مختلفه ويكون يتم فيها تغيير الكراسي هذه. المهم هو الان يعني العاجل الان هو الانتهاء من الاشغال تاع الملعب هذا، وان شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.